انا اخذه ونستعد لين كيس نمره. حطاك تشرح حطاب الدشرة قلب حطب زاد وضعيف محتاج ربع عليات وبتر وجنونك دموب حياته. حطاب الدشرة قلب حطب زاد وضعيف محتاج ربع عليات وبتر وجنونك دموب حياته. حطاب الدشرة خذوا منه الأبرة خالته الفكرة شعشيه والفخرة. والبنات هما اللي لا يدخلوا المدرسة خليك إن شاء الله ولا يجوا يا الله تنت الدار حالهم اللي تقول لا هما اللي لا يسجلوا في المدرسة اللي حنا راهم فيها المدرسة اللي حنا المدرسة اللي ورا الدار قالوا لها مدرسة زينة ولا انها تقريت القراية زينة ودار خليك إن شاء الله تسجل خلاص من أي ترضي هما جايين أنت هما قال تلفنت لي ونهار قالت لهم لا يجيو من الاثنين ديال الشهر فهمت مع لا يمكن نستفيد من صديقك عن 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 حاجة ترحموا يا كامل حق يقرب عليك من الأخبار صرتكم وصرتكم وإذا شو أنا مهم أكراساتي الحقيقة ويقوموني دائما يعجبنا كامل نصعنا كامل ما غريب وما حق عندك ما تقول لك أنت يقول لي يقول لي يقولوا لتو يجيب لك معاهم ما أعطينا في شيء فإن شاء الله ما يقلهم على عندك ساعة أخرى يقول لابد يبني لنا بيت أخرى ودرابة والله لا بد منهم لا بد منهم يقول يا مي احنا نبدا من تلبسه تلبسه حرام وكبار زياره والله فيها لا بد منهم احنا ما بدهم قاعد يتحمل ما نرضى ما تتواصلين نقول هذا لا 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 مو سامي يبا 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 تعرف انت ما كنت عيطت كله جاي واحدة منكم انتوما كلكم جاي معاها بومبر معاها لاصق فيها ما تصدق بومبر انا ودي شفت التالي ما كان عندك بومبر المهم بعطيك بومبر انا ودي شفت ايش الدوري؟ دورهم يقعدوا عندي يا صمت حبيبي خلينا خاص بس الله ما يطلع لك ما قلت حياتنا حياتكم ما عجبتكم الحياة ما عجبتكم قاعد يسكتوا عنا والله انتوما ما همك يجاوبك سجلوا في المدرسة اللي حنا راهم فيها المدرسة اللي حنا المدرسة اللي ورا الدار قالوا لها مدرسة زينة ولا انها تقريت القراية زينة قالوا خليك ان شاء الله تسجل خلاص من اي ترضي تقريهم تدخلوا منك تاك جايين ندور هذه المدرسة اللي وراك
منهم اللي قال لهم انا اخباري منهم اللي قال لهم بوهم احنا قاع بوهم ما نحامين ويجيب لنا ها ها يبص عليكم يبص على خالد قطع اخبارك مقطوع ما فيك ما وصحت انفس
عمودي ادري تنجز العمل. ما لقيت هالك. ان شاء الله. لا تنسى هذيك الطاولة. يا ربا. لبا انت ما عرفت بكي. كيف الشيء. هذا اختي اسمه وليونات يا جارديانهم. مساكين ما عندهم معين. قولي نقول لك خير. الدراع هذا من الزن 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 لو قاعد يسخ دراعته عقب قاعد يسخ جلوقه انا دور جنوني جيب لنا شي ثقب يبا عيل انه لا كل مدتنا يوك البيت مدام يوك البيت مدام الخرق وهذا مدام الخرق وانا دانونا يبا عيل ادخل مشكل هذا ما ينفع فيه ما اضحك صلى ما هو دخلني لين مشاكل كمان أرى بعد قاعد شلي عدل معايا لا ألو الحكيم يا أخوي مشكلتك شنو هي توتر بندي يا أخوي هذا الوقت كيف اللي قفرت بوتيكي ما قعدت لاهن متسمي عليه لعل يجيني بص والله شيء أنا يا أخوي هذه الدمية اللي معايا هون دخلتني مشكلة لا هم كلهم ينهمني من زر بيوت ملاني من خط ولا رعية شنو؟ ليك الساش ليك لا ليك ما نقدر على ما الصبح إن شاء الله لا لا تعدل شيء إن شاء الله ونيجي الصبح إن شاء الله إن شاء الله إيه أدارك إن شاء الله ودون نعدل حالا حالا لا ينعدل الحال اللي قلت لي حالا أدارك أنا صيد طيب ترى يا أخوي شفت ذيك لما رقعت جيبوناتي